بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء، طلاب وطالبات شركة آفاق التعليمية والطلاب في أي مكان، مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات شرح المذكرة التأسيسية لمهارات القدرات الكمية. تكلمنا في اللقاء السابق عن القوانين المستخدمة في حل مسائل القدرات، ولازلنا في الكلام عن القوانين، فبنستكمل اليوم ما بدأناه من الكلام عن القوانين. توقفنا في اللقاء السابق، تكلمنا عن قوانين السرعة والمسافة والزمن والمتابعة الحسابية، واليوم إن شاء الله بنبدأ الكلام عن أول قانون معنا، وهو قانون زمن العمل المشترك. حقيقة القوانين اللي هتكلم عليها الحين هي مأخوذة من فكرة القدرة. يعني ايه القدرة؟ يعني لما اقول مثلا ان في شخص بيبني جدار في 4 ساعات، يبقى قدرة هذا الشخص في الساعة الواحدة هي ربع الجدار. نفس الفكرة لما اقول الحنفية بتملأ خزان في 5 ساعات، يبقى قدرة الحنفية في الساعة الواحدة هي خمس هذا الخزان، وهكذا. طيب نشوف الأسئلة كيف تأتي وكيف نتعامل معها. القانون الأولاني اللي هنستخدمه قانون زمن العمل المشترك بين عنصرين. زمن العمل المشترك بين ايه؟ بين عنصرين. بيقول ايه؟ بيقول لحساب الزمن اضرب الزمنين مقسوما على جمع الزمنين. طيب يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما يجي يقول حوض ماء تملأه الحنفية الاولى في ساعتين، يبقى الحنفية دي بتملأ الحوض في ساعتين، وتملأه الحنفية الثانية في 4 ساعات. طيب فما الوقت المستغرق لملء الحوض إذا فتحت الحنفيتان معا؟ القانون ده بيسهل عليا جدا، مباشرة بقول الزمن هيساوي أضرب الزمنين. أنا عندي الزمن الأولي ساعتين 2 ضرب الزمن الثاني اللي هو 4 قسمة جمع الزمنين 2 زائد 4. 2 ضرب 4 8، و2 زائد 4 6. هلاحظ هنا أن الزمن بالساعة، إذن الزمن هنا هيطلع بالإيه؟ بالساعة. طب النتائج كلها بالدقيقة، يبقى لازم أحول الدقائق إلى ساعات. أروح ضارب كده في 60 عشان أحول الساعات إلى دقائق، عشان أحول الساعات إلى دقائق أضرب في 60. 60 هتتقسم على 6 تديني 10، ضرب 8 يطلع الناتج كده بالدقائق 80 دقيقة. أروح أختار الحل 80 دقيقة. طيب ده لو كان عنصرين اتنين فقط. طيب لو كانوا اكتر من عنصرين ماذا نفعل؟ لو كانوا اكتر من عنصرين يبقى هنستخدم القانون اللي بعده. لو كانوا اكتر من عنصرين هنستخدم القانون اللي بعده، بس قبل ما نستخدمه نحل مع بعض السؤال ده يلا بسرعة. بيقول يطلي وليد غرفته في ساعتين ويطلي صديقه الغرفة في 3 ساعات، فكم تستغرق الغرفة من وقت إذا عمل معا؟ طبعا بنفس الفكرة على طول هنروح نقول إيه؟ الزمن بيساوي أضرب الزمنين، عندي 2 وعندي 3، يبقى 2 ضرب 3 على جمع الزمنين 2 زائد 3. الناتج عايزه بالإيه؟ بالدقايق، يبقى حول من ساعات إلى دقايق أضرب في كام؟ في 60. 2 ضرب 3 6، يبقى 60 في 6 على 2 زائد 3 5. طيب عايز اقسم دي على 5، اروح ضرب 5 دي في 2 تطلع 10، واضرب 6 دي في 2 تطلع 12، ابدأ اشيل 0 مع 0، اصبح كده خلصت من المقام. 6 ضرب 12 72. لو انت مش حافظها قول 6 ضرب 10 60، 6 ضرب 11 66، 6 ضرب 12 72، وهكذا. نبدأ نشوف الحالة الثانية
لو كانوا أكتر من صنبور، أو كان مثلا في صنابير بتعبي وفي صنابير بتفرغ واتفتحوا في نفس الوقت. نستخدم القانون التالي، بيقول إذا كان هناك صنابير تعبئ وصنابير تفرغ الخزان، في هذه الحالة عايزين نحسب الزمن. هنحسبه إزاي؟ هنروح نجمع واحد على الزمن بتاع التعبئة لكل شيء بيعبي، وأطرح منه واحد على زمن التفريغ لكل شيء بيفرغ، وبعد ما أسوي العملية الحسابية دي أقلب الإيه؟ الناتج يطلع الزمن. أو إني أخد كلمة مقلوب دي وأحطها في العكس، يعني ممكن أنا أقول إيه؟ مقلوب، مقلوب الزمن، مقلوب الزمن بيساوي واحد على زمن التعبئة ناقص واحد على زمن التفريغ. طيب، وبعد ما اطلع اخلص الحل خالص ده مقلوب الزمن، اروح قالب الكسر يطلع الايه؟ يطلع الزمن مباشرة. نشوف السؤال وازاي نحله بسرعة. بيقول حوض ماء تملأه الحنفية الاولى في 12 ساعة، يبقى الحنفية الاولى بتعبي في 12 ساعة، طب والتانية بتعبي في 20 ساعة، طب والتالتة بتعبي في 30 ساعة. اذا التلات حنفيات لو اتفتحوا هيعبوا في الخزان، فما الوقت المستغرق لملء الحوض اذا فتحت الحنفيات الثلاث معا؟ نفس الايه الفكرة، يبقى انا هقول ايه؟ واحد على زين مقلوب الزمن، يعني واحد على الزمن بيساوي واحد على 12 زائد واحد على 20 زائد واحد على 30. طيب عايز اجمع، ينفع اجمع والمقامات مش متوحدة؟ مش هينفع اجمع. طب اعمل ايه؟ اروح اوحد المقام. طب هوحد المقام ازاي؟ ال 12 وال 20 وال 30 لازم اجيب مضاعف مشترك اصغر ليهم، هلاقي ال 60 هي المضاعف المشترك الاصغر، اروح ضارب دي في 5 وضارب دي في 5، 5 ضرب 1 يدينا 5، 5 ضرب 12 60. طب وال 20 ازاي اخليها 60؟ اضرب في 3، 3 ضرب 1 3، 3 ضرب 20 60، اضرب هنا في 2، 2 في 30 ب 60، و2 في 1 ب 2. دلوقتي اقدر اجمع المقامات اصبحت كلها 60، اروح كاتب 60 مرة واحدة كده وابدأ اجمع، 5 زائد 3 يدينا 8، 8 زائد 2 يدينا 10. ابسطها اشيل الصفر مع الايه؟ مع الصفر، يبقى 1 على الزمن بيساوي 1 على 6. يبقى الزمن بيساوي 6 على 1 يعني 6 ساعة، اروح اختار 6 ساعة. تمام، نشوف الفكرة اللي بعدها. بيقول حوض ماء تملأه الحنفية الأولى في ساعتين وتملأه الحنفية الثانية في 3 ساعات، وتفرغه الحنفية الثالثة في 6 ساعات، فما الوقت المستغرق لملء الحوض إذا فتحت الحنفيات الثلاث معا؟ أخد بالي بقى من الكلام هنا، الأولى بتملى في ساعتين والتانية بتملى في 3 ساعات والتالتة بتفرغ، ما بتملاش، بتفرغه في 6 ساعات. طب لو فتحنا التلاتة، 2 هيعبوا وواحد هيفرغ، إذا 1 على الزمن بيساوي اللي بتعبي مين؟ اللي في ساعتين يبقى 1 على 2، زائد التانية بتعبي برضو يبقى 1 على 3، ناقص اللي بتفرغ 1 على كام؟ 1 على 6. فاكرين لما قلت لكم ان تلت زائد سدس بيساوي نص؟ فاكرينها؟ لو انت فاكرها يبقى على طول التلت زائد السدس بيساوي كام؟ بيساوي نص. تمام، تلت زائد سدس بيساوي نص. انا هنا ممكن اوحد المقامات على 6، اوحد المقامات على 6، او مباشرة اقول النص ناقص السدس يدينا تلت،
النص ناقص السدس من هنا على طول، النص ناقص السدس يدينا كام؟ يدينا تلت. تمام، او اقول ان التلت فيه سدسين، يعني تلت ناقص سدس يدينا سدس، وارجع اجمع السدس مع مين؟ مع النص. لكن الاسهل ان انا اقول ايه، النص لما اطرح منه سدس يدينا كام؟ يدينا تلت، ازود التلت مع التلت يدينا تلتين. طيب انا مش فاكر، خلاص واحد المقام يا سيدي، روح واحد المقام على ستة، روح واحد المقام على ستة، اضرب الاتنين دي اضربها في تلاتة تبقى ستة، يبقى هنا تلاتة، واضرب هنا في اتنين، اتنين في تلاتة بستة، واتنين في واحد باتنين. دلوقتي المقامات كلها ستة، تلاتة زائد اتنين خمسة، خمسة ناقص واحد يدي لك كام؟ يدي لك أربعة. لو جيت تحطها في أبسط صورة، اقسم على اتنين فوق تدي لك اتنين، واقسم على اتنين تحت تدي لك تلاتة، طلع الناتج تلتين زي ما قلنا من الأول. لكن انت لو فاكر الفكرة دي تحل بسرعة على طول، هتروح بتعمل ايه؟ تقول ان النص اطرح منه السدس يدينا كام؟ يدينا تلت، تجمع التلت مع التلت يدي لك تلتين. طب ده واحد على الزمن، يبقى الزمن نفسه اقلب التلتين تبقى تلاتة على اتنين ساعة، تلاتة على اتنين يعني ايه؟ يعني ساعة ونص. طب انا عايز الزمن بالدقايق، يبقى تلاتة على اتنين اضربها في كام؟ في ستين، على اتنين فيها الواحد، على اتنين فيها التلاتين، تلاتة في تلاتين بتسعين، او ان الساعة ونص بتسعين دقيقة، يبقى مباشرة تروح تختار التسعين. تمام، نشوف الفكرة اللي بعدها. بيقول تلات عمال يبنون حائطا في تلات ساعات. طيب وبعدين؟ إذا انضم لهم عامل رابع وأنجزوا العمل في ساعتين، ففي كم ساعة يستطيع العامل الرابع وحده إنجاء العمل؟ يبقى أنا عايز زمن إنجاز العمل الرابع لوحده، قدرة العامل الرابع لوحده. أنا هروح أفرض إن العامل الرابع ده، نفرض إن زمن العامل الرابع بيساوي س. التلات عمال بيبنوا في تلات ساعات، ما فرقش بينهم، إذا ممكن أعتبرهم عامل واحد، وأعتبره عامل واحد بس، بيبني الحائط في كام؟ في تلات ساعات. إذا أنا عندي اتنين عمال، واحد بيبنيه في تلات ساعات، وواحد بيبنيه في س، يبقى عندي واحد بيبني في س، وواحد بيبني في تلات ساعات. طب خلصوا العمل في قد إيه؟ في ساعتين، يبقى عندي واحد على اتنين بيساوي واحد على تلاتة، ده التلات عمال زائد واحد على س. جميل جميل، نودي التلت فين؟ الجهة التانية، يبقى إذن الواحد على س بيساوي نص ناقص تلت، أدي نص ناقص تلت بيساوي واحد على إيه؟ على س. طيب نص ناقص تلت بكام؟ فاكرينها الأستاذ قال لنا عليها، قال لنا بسدس، يبقى السدس بيساوي واحد على س، يبقى السين بتساوي ستة، الواحد نفس الواحد، يبقى السين نفس مين؟ نفس الستة. إذا قدرة العامل الرابع لوحده ممكن يخلص الشغلانة في كام؟ في ست ساعات، أروح أختار ستة. تمام تمام، نشوف الفكرة اللي بعدها. خزان ساعته 24 متر مكعب تملأه حنفية في ساعتين، بينما تملأه حنفية أخرى في أربع ساعات، فإذا فتحت الحنفيتان معا فكم مترا مكعبا تملأه الحنفية الثانية في الخزان؟ غير صيغة السؤال بقى، وبعد ما كان بيسأل على الزمن دلوقتي بيقول لي إن حنفية حنفية بتملاه في ساعتين، وفي حنفية بتملاه في أربع ساعات. واضح إن دي أضعف من دي، واضح إن قدرة الحنفية دي قد قدرة الحنفية دي كم مرة؟ مرتين. يبقى أنا الخزان ده لو عايز أعبيه هقسمه ثلاث أجزاء، في حنفية هتملأ الجزئين دول، وفي حنفية هتملأ الجزء ده، يعني واحدة فيهم
لما يخلصوا هتملى قد التانية مرتين، أروح أقسم ال24 متر مكعب دول على 3، يطلع كل جزء بكام؟ بتمانية متر. يبقى الحنفية دي هتملى 8 و8، يعني هتملى 16، والحنفية دي هتملى 8 لوحدها. هو عايز الحنفية مين؟ التانية الضعيفة. يبقى الأولى هتملى 16 والتانية هتملى 8 متر مكعب، أروح أختار الإيه؟ التمانية. تمام، يبقى هنا مسألش على الزمن، لكن وضح هنا إن الإيه؟ النسبة بين قدرة الحنفية الأولى إلى قدرة الحنفية التانية 2 إلى 1، أروح على طول أقسم المجموع على 3. طيب السؤال اللي بعده بيقول: خزان سعته 32 متر مكعب، فتح عليه صنبوران، الأول يملأ 2.8 متر على الساعة، يبقى في الساعة الواحدة بيملأ 2.8، والتاني بيعبي في الساعة الواحدة 5.2. بعد كام ساعة يملأ أو يملأ الصنبوران الخزان؟ طيب أنا تعالوا نشوف كده، بعد ساعة واحدة، في الساعة الواحدة لما أفتح الصنبورين اللي هيحصل؟ هيتميل 2.8 زائد 5.2، 2 و5 7، وتمانية وعشرة من عشرة واتنين من عشرة واحد صحيح، يبقى معانا كام؟ يبقى بيعبوا 8 متر مكعب في الساعة. يبقى هنا 1 ساعة بتعبي 8 متر مكعب. طب الخزان، الخزان كام؟ 32. يبقى محتاج كام ساعة؟ أقسم 32 على 8 يدينا 4 ساعات، يبقى الخزان ده هيمتلي في 4 ساعات، أروح أختار الـ4. تمام؟ تمام كده، يبقى دي الأفكار المختلفة في مسائل ملء الخزان والصنابير وقدرة العامل. القانون اللي بعد كده قانون اسمه قانون عدد التساوي أو زمن التساوي، أو الرقم اللي بيتساوى عنده شيئين لهم قيمة أساسية وقيمة زيادة، وشيء تاني برضو له قيمة أساسية وقيمة زيادة. القانون بسيط جدا، بيقول عدد التساوي أو زمن التساوي بيساوي فرق الأساسيات على فرق الزيادات، يعني فرق القيم الأساسية على فرق الزيادات اللي بتحصل. طيب إزاي الأسئلة بتيجي عليه؟ بيجي سؤال زي اللي قدامنا ده، بيقول قاعة سعر تأجيرها 2000 ريال بالإضافة إلى 50 ريال عن كل شخص يحضر، وقاعة تانية بتأجر بـ1000 ريال بس كل شخص يحضر بتاخد عليه 100 ريال. أكيد في وقت معين هيحصل إيه؟ هيحصل إن يتساوى المبلغ اللي بتحصله هنا مع اللي بتحصله هنا. التساوي ده هيحصل إمتى؟ بعد عدد معين من المدعوين. تعالوا نشوف عدد المدعوين اللي بيتساوى عندهم إيراد القاعة الأولى مع إيراد القاعة التانية. يبقى على طول نقول له عدد التساوي هيساوي فرق الكبار 2000، القيم الأساسية دي بتاخد 2000 ودي بتاخد 1000، يبقى 2000 ناقص 1000، على فرق الزيادات هنا 100 وهنا 50، يبقى 100 ناقص 50، 2000 ناقص 1000 يدينا 1000، و100 ناقص 50 يدينا 50، أشيل 0 مع 0، أدبل 5 تبقى 10، وأدبل 100 تبقى 200 على 10، أشيل 0 مع 0، يبقى 20 شخص. يبقى بعد 20 شخص مدعو، الفلوس اللي هتيجي إيراد من القاعة الأولى هتبقى نفس الفلوس اللي تيجي إيراد من القاعة التانية. طب لو زادوا عن 20 شخص هيصبح إيراد القاعة التانية أكتر. طب لو قالوا عن 20 شخص يبقى إيراد القاعة الأولى أكبر. طيب متى يتساووا عند 20 شخص بالضبط؟ هيصبح إيراد القاعة الأولى نفس إيراد القاعة التانية. طيب نشوف السؤال اللي بعده على نفس القانون، بيقول: إذا كان مع محمد 120 ريال ويجمع عليها 10 ريال يوميا، ومع خالد 50 ويجمع عليها 24 ريال يوميا، بعد كم يوم يصبح ما مع محمد مساويا لما مع خالد؟ يبقى أنا عايز عدد الأيام اللي بيحصل عندها تساوي. نفس الفكرة، هروح أقول عدد التساوي
العدد، هنا بقى كام يوم يبقى عدد الأيام، عدد الأيام اللي هيحصل عندها تساوي، هيساوي الأساسيات 120 و50، 120 و50 يبقى 120 ناقص 50. طب الزيادات هنا 10 وهنا 24، يبقى 24 ناقص 10، 120 ناقص 50 يتبقى 70، وهنا يتبقى 14. طيب أقسم على 7 يدينا 10، على 7 يدينا 2، 10 قسمة 2 يدينا 5. يبقى هنا بعد كام يوم يصبح، يبقى بعد كام يصبح ما مع خالد مثل ما مع محمد؟ بعد 5 أيام أروح أختار مين؟ أختار الخمسة. تمام؟ طيب ده بالنسبة لقانون زمن التساوي. هنتوقف عند هذا القدر، ونرجو ان احنا نكون استفدنا من هذه القوانين، ولسه مكملين معاكم في استخدام القوانين في الحلقة القادمة ان شاء الله، ثم نستكمل بعدها باقي المهارات. اشكركم واتمنى لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.